آخر كلمة ضروري ما نرجع للملف ديالنا، شكرا مرة أخرى للصحفيين اللي أزرونا اللي كانوا معنا البارح في التغطية، المراسلين، جميع القنوات اللي وقفوا، شكرا للمحاميات والمحامو، شكرا للمجتمع المدني كامل، شكرا للمغاربة، شكرا للمواطنات والمواطنين أينما، شكرا للجالية المغربية في الخارج، شكرا لليوتيوبرز كامل، ما كاش نسميكم ولكن خفت ننسى بزاف 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 بزاف، الدراري مساكن بزاف، ولاد الناس بزاف 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 بزاف، واحد الولد مسكين بعد هذا غنسميه والله العظيم سميتو مغربي في برلين، انيق، عنده واحد الاسلوب لبق، ولد الناس، مرضي الوالدين، والله العظيم مسكين واحد الولد. شكرا بزاف الاخوان، اخوان لا مغربي ولا رشيد العمارتي ولا عدد من القنوات، سمحوا لي بزاف والله الا غير كنسى كنسى، خصني شي حلقه غنديرها خاصه بالقنوات اللي كيدعمونا بصح باش المغاربه يعرفوا الحرام، شي حلقه المغاربه غندير لائحه ديال القنوات وروابطهم كاملين وندعوكم دخولهم، خصنا نشجعوا الازهر. شكرا لكل المواقع الالكترونيه اللي جات، وكاين الاخوه اللي ما جاوش، شكرا لكل الجمعيه المغربيه، شكرا للحضور عزيز غالي، شكرا للحضور السي احمد القزبري حقوق المال العام، شكرا للسي يعني المديمي على المركز الوطني، شكرا للمحامون بزاف بزاف بزاف، شكرا للمنظمات، عدد المنظمات سمحوا لي حقوقيه وبزاف ديال الصفحات والناس الخارج وفنانة اتصلوا بنا ومخرجين سينمائيين وعدد من الشرفاء ديال البلاد، عدد من الشرفاء ديال البلاد، فشكرا لكم بلا حدود، وتاكدوا اننا على العهد باقون، صحفي معتدل لن أزيغ عن السكة ولن أزيغ عن الطريق المستقيم، صحفي في إطار المهنة وفي إطار شعارنا الخالد، الله، الوطن، الملك، ورضاة الوالدين مهما كانت العواقب. شكرا لكم خوتي المغاربة.